السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ للناس اللي اول مرة تشوفني، انا ميس عائشة انجليش تيتشر. قلنا ان احنا هناخد مع بعض كورسات انجليش بما اننا قاعدين في البيت، فنستفاد بالوقت بتاعنا لغاية ما ربنا كده يرفع عنه بلاءنا ونقدر نتقابل تاني ونروح مراكز او نقدر نتعلم فيس تو فيس. هنبدأ في كورساتنا من الصفر ومن البداية خالص ومن الأول خالص، من الحروف ولغاية ما نوصل للاحتراف ان احنا نبقى متمكنين من اللغة. احنا اول كورس بدأناه مع بعض كورس الصوتيات. كورس الصوتيات ده مهم جدا علشان تطلع فويس الحرف، لان معظمنا اتعلم الانجليش غلط، وخصوصا كده للناس اللي هي جيل الثمانينات والتسعينات. فبدأنا نتعلم الفويسات صح، وبدأنا نعرفها لما بدأنا نكبر وناخد كورسات. فياريت كده نبدأ مع الأطفال الصغيرين علشان تبقى الحاجة ثابتة معاهم، ما يتعلموش حاجة غلط وتثبت في ذاكرتهم على كده. وياريت يا جماعة نزود عدد كده المشاركة، ونعرف أصحابنا ونعرف قرايبنا، وكل يدخل كده يعمل لايك. وعايز أشوف بقى تعليقات الطلاب اللي عندي، وأحس إن في تفاعل كده، واي تعليق برد عليه. لو في اي كومنتس يا جماعه عايزين حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم، وان شاء الله ان شاء الله هصور لكم الشرح وانزله برده في الكومنت علشان خاطر اللي عايز يكتبه. وتعالوا بقى نبتدي النهارده اول حصه، النهارده حصه الصوتيات الجديده، وهنبتدي بحرف الاي. احنا وصلنا اخر حرف كان حرف الاتش. حرف الاي يا جماعة من الحروف المتحركة او من الحروف الشقية اللي احنا قلناها قبل كده. حرف الاي ليه نطقين، ليه نطق بينطق زي الاي، ونطق بينطق اي. ليه فويسين كده بيطلعوا، او تو فويس من اللسان. لما بيجي حرف الاي كحرف متحرك واحد في الكلمة بينطق، بنكسر بس ما بنقولش اي، لا، زي كلمة شيرت شيرت شيرت، شي شب شب شب، شي فش فش، في في مش فاي، فش فش، هل هل هل، دش دش دش، فج فج، ما بقولش فايج، لا، فج، في في في، فج فج. لكن حرف الاي لو جه معاه حروف متحركه تانيه في الكلمه، بس هو يبقى هو الاولاني، هتلاقي حرف الاي بينطق بالفويس بتاعه اي، زي ايس تلج ايس، اي ايس كريم ايس كريم ايس كريم، ايرون ايرون، باي باي باي. شوفوا الاي طلعت ازاي، ليه طلعت كده يا جماعه؟ علشان معاها حرف متحرك تاني، بايك بايك بايك، لايك لايك لاي، لايك لايك لايك، بايت بايت بايت، طلعت اي علشان معاها حرف متحرك تاني، باينابل 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 باي باينابل باي باينابل. الاي طلعت هنا اي علشان معاها حرف متحرك تاني. يبقى حرف الاي هنا ليه تو فويسز، اللي هو نكسر فيه زي الاي كده، زي كلمه بين فيج، هيل بينك، ما بقولش باينك، لا، بقول بينك بينك بي بي. تعالوا بعد كده هناخد الحرف نمبر 10 اللي هو حرف الجي. وحرف الجي مالوش غير فويس واحد، وهو الجيم اللي هي بننطقها زي القرآن كده، ج ج، زي كلمة جاكيت جاكيت جاكيت، جام جام جام، جوس جوس جوس، جج جج جج، جج جج جج، جار
جار جار طلع من لساني او من بقي حرف الجي زي ما هو، اوعوا حد ينطقه جي، لان الجي دي اللي هي حرف الجي، في فرق بين الجي والجي. تعالوا هناخد بعد كده نمبر 11 اللي هو حرف الكي، وحرف الكي بينطق كاف، حرف الكي بينطق كاف، حرف الكي بينطق. طب هل حرف الكي ده موجود واحد بس في الانجليش؟ لا، احنا واخدين قبل كده ان حرف السي بينطق كي. طيب هل الفويس بتاع الكاف ده هو كي والسي بس؟ لا، لو جت سي كي ورا بعض السي بتبقى سايلنت وبينطق برضو كي، يبقى عندنا حرف السي، السي بتنطق كي لو ما جاش وراها اي او اي او واي، لو ما جاش وراها اي او اي او واي بتنطق كي، الكي بتنطق كي اللي هي كاف، حرف الكاف، السي كي بتنطق كي. وتعالوا ناخد كده اكزامبلز عليها، لايك لايك لايك، كينج كينج كينج، بلاك بلاك بلاك، سك سك سك. في كلمات تانية فيها حرف الكي؟ عندنا في كلمات تانية فيها حرف الكي وحرف السي كي، حضرتها لكم برضو علشان يبقى عندي قاموس لغوي زي ما قلت لكم، عشان لما نبتدي كده في الحاجات التقيلة ونبدأ ناخد جمل يبقى الكلمات اتعادت قصادنا كتير. كي كي، كاتن كاتن كاتن، كايت كايت كايت، بيك بيك بيك، ليك ليك ليك، باك باك باك، تشيكن تشيكن تشيكن، فاسي كي هي تتنطق كي، تشيكن، سك سك سك. يبقى خدنا كده النهاردة ان حرف الكي او السي كي الاتنين بيطلعوا كي. ويا ريت يا جماعة ما نتكسفش كده واحنا بنردد، انا ما انكسفتش وقفت قدام الكاميرا وبتكلم بالراحة وبقول الكلمة واصبر شوية علشان انت تردي ورايا، فيا ريت لساني كده يبقى شغال ورايا علشان اتعلم انطق الانجليش صح. وبكده تكون حصة النهاردة خلصت، ويا ريت يا ريت نذاكر كده باستمرار ونتابع ورايا على طول علشان لما نبتدي ندخل في الجرامر والكونفرزيشن ونعرف بقى نكتب ليتر وباراجراف وايميل، الاقي الموضوع سهل بالنسبة لي، الاقي موضوع القراءة والكتابة ده بقى ميسر جدا، بقى ما فيش عندي بالنسبة لي امتى انطق الحرف ده ايه وامتى انطق الحرف ده ايه، لا يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي واعرف اتكلم كويس ومحدش يتريق على طريق كلامي او انطق الانجليش غلط. يا ريت يبقى فيه متابعه، ويا ريت ندخل كده نكتب في الكومنتس، ويا ريت اللي حفظ الكلمات بتاعه الحصه اللي فاتت نكتب كده يا ميس انا حفظت انا اجتهدت، وروني كده شغلكم وحسسوني ان احنا متفاعلين مع بعض. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.